بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس أيمن القراغلي في أساسيات الرياضيات باستخدام الماتلاب. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الرابط إلى زملائكم لتعمل فائدة. استمر بالدروس الأولية لكيفية التعامل مع برنامج ماتلاب واستخدامه في أبسط الأمور في الرياضيات وتعلم الأشياء البسيطة التي ستعلمنا الأشياء المعقدة. من خلال هذا البرنامج سنتعرف كيفية الحل على المعادلات الآنية. طبعا هنا بما أنه الإكس مرفوع للقوة 2، إذن هذه معادلات آنية. أيضا الواي عندنا مرفوع هنا الواي والإكس، إذن هذه من الدرجة الثانية. فبإمكاننا استخراج الإكس للون والإكس للتو، فما ممكن أن نستعمل الإكس للثري. فالحل جدا سهل. أيضا أنصحكم بكتابة هذه الكودات الثلاثة لتنظيف الذاكرة وعدم أخذ قيم من الأمثلة السابقة. فبإمكاننا تنفيذ هذا البرنامج. إذا تلاحظون أنه قيمة الـ X1 حتكون بهذه الصورة. طبعاً هنا أنا ما ظهراً لأنه عندنا سيميكولون في النهاية، لكن هن بالأصل موجودات. أوكي، عندما نعمل سيمي كولوم للـ X1 نشغل الـ Y1. هذه هي قيمة الـ Y1. عندما نريد نشغل الـ X2 هذه هي قيمة الـ X2. مثال جدا سهل تعلمك كيفية استعمال هذه الدالة، كيفية استعمال هذه الدوال أو كيفية حلها بالماتلاب. طبعاً إذا خلينا سيمي كولوم للكل فما راح تطلع لنا أي نتيجة، لكن هي بالأصل النتائج موجودة في إمكاننا العمل هكذا. مثال جدا سهل. ننتقل إلى مثال آخر اللي هو كيفية التعامل وحل الأمثلة بالنسبة للساين. إذا عندنا معادلات فيها ساين أو فيها إكسبونيشيال أو فيها إكسبونيشيال، مثل ما تلاحظون أيضا نعمل كلير، نعمل كلير، بعد ذلك ننفذ البرنامج مالتنا. هذا الورنينج عندما يظهر عندك ماكو مشكلة، هذه ماكو مشكلة. طبعا في يعني في سماحية، في كل لغة برمجية توجد سماحية للعمل، هو مو خطأ، ما راح يعطيك أخطاء، راح تنفذ مباشرة، لكن راح يعطيك ورنينج يسموه تحذير. فمن نظهر لك التحذير ماكو مشكلة، برنامجك صحيح سليم ما في أي مشكلة. درسنا انتهى لهذا اليوم، أراكم في درس جديد إن شاء الله ومعلومة جديدة ومفيدة. في أمان الله.